السلام عليكم، مبروك عليكم عيدكم المغاربه. مهم اليوم كيف ما كاع العوام درنا شواط ريوس كحرفه موسميه كنتاخذوها كل عام. ومهم هذا العام بدلنا واحد الحاجه، هي خلينا بلاصتنا نقيه، تعاوننا مع رجال النظافه، وكنتمناو جميع الناس اللي داروا بحالنا ينقيو بلايصهم ويتعاونوا مع ولاد الشعب، خليو المدينه ديالنا نقيه. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه. وحنا كنتواجدوا اليوم بمدينه الجديده بدرب ازمور. هنا كنتواجدوا بواحد الظاهره اليوم زوينه عجبتنا حنا كساكنه الحي، اللي كتعبر على الوعي ديال الدراري ديال اللي كيديروا ديال بين قوسين شواط الريوس، حيث اننا هنا لاحظنا اليوم ان الدراري اليوم خدموا مزيان. المهم دابا المهم تحركوا شويه كذا، عاونوا ريوسهم اليوم وميم طوم لي سالا، قرروا انهم بادره زوينه انهم ينظفوا المكان اللي خدموا فيه. كما كنشاهدوا هما دابا راه خدامين الدراري كيجمعوا في ديك الازبال ديال الغنم وديال رؤوس الغنم والاضاحي العيد. وبهذ البادره كنشكر الدراري وكنشكر حتى الدراري ديال المدينه ديال ولاد الدرب اللي تعاونوا معاهم باي حاجه بغاو اي حاجه طلبوها. وكنشكروا الدراري بزاف على انهم جاو فكروا في هذه البادره وعاونوا عمال النظافه اولا واخيرا.